خلينا نصلي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعمل احلى كفر خلطه كنتاكي. عندي كوبايه دي معلقه ونص نشا. البهارات بقى ملح وفلفل وبابريكا وشطه وكاري وبهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر ومعلقه بيكنج باودر. نفس البهارات دي بالظبط بتبل بيها الفراخ قبل ما ابتدي اعمل الخلطتين دول. وانزل بالميه بقى على الخليط ده عشان عايزه اعمل عجينه سايله عشان احط فيها الفراخ بتاعتي سواء دبابيس او قطع فراخ. تمام، اقلب كده لغايه ما تبقى ايه الخليط ناعم. هو ده الخليط التمام المظبوط. اركنه على جنب ونعمل بقى ايه الكفر الخارجي اللي هو كوبايتين دقيق معلقه ونص نشا. عايزه تحطي ملح الفلفل وبهارات فراخ حطي، مش هيقول لا ما حطيتيش، هو كده كده احنا حاطين في الخلطه الخارجيه وفي العجينه السائله. تمام كده تمام. اخد بقى الفراخ انا فتحها كده من تحت عشان الخلطه توصل لجوه واضمن ان الفراخ استوت، احطها في العجينه السائله. عايزه اقول لكم انا متبله الفراخ بكوبايه ميه ساقعه وبنفس البهارات اللي انا حطيتها في العجينه السائله قبلها بيوم. تمام، وبعد كده اخد من العجينه السائله احط في الكفر الخارجي بتاع الدقيق وابتدي انفط كده علشان يعمل لي ايه القشور الخارجيه اللي على قطعه الفراخ. عايزه قرمشه اكسترا بتروحي حطاها في العجينه السائله تاني وبتروحي حطاها في الكفر الخارجي بتاع الدقيق. عايزه اقول لك بتكوني مجهزه الزيت على النار وبناخد على طول من الخلطه وبنحط في الزيت ما بتتركنش. تمام، زي ما انتم شايفين كده الزيت بيبقى سخن جدا مع اللي هي درجه الحراره في الاول، واول ما احط الفراخ تمام بروح موطيه الزيت واروح مغطيه على الفراخ علشان ايه اسيبها تستوي براحتها واضمن ان هي استوت من جوه. تمام، وبعد شويه طبعا بكون طبعا متابعاها بتكون بقى باللون الجميل اللي انتم شايفينه ده، والقرمشه بتاعتها بقى خطيره. بنطلعها بقى في مصفى علشان تصفى خالص من الزيت اللي فيها، وعايزاكم تسمعوا صوت القرمشه بقى. مش قادره اقول لكم رهيبه يا جماعه، اعملوها بالطريقه دي هتعتمدوها عندكم. اللي ما حطش اللايك يحط لي اللايك، واللي مش مشترك عندي يشترك. وصحتين وهنا على قلبكم يا رب. شايفين جميله من جوه ازاي؟ واشوفكم على الف خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.